كابتن احمد نخله. تعالى بقى نشوف، احنا كانت كاميرا الاشبال موجوده تمام معاكم في الاكاديميه في المنوفيه، تعالى نشوف بقى بعض اللقاءات مع لاعبي الاكاديميه وايضا المدربين. اتفضل. اولا حضرتك لو درست الاكاديميات اللي موجوده على ارض المنوفيه كلها حاليا، انجح اكاديميه حاليا هي اكاديميه النادي الاهلي اللي في نادي ميت خان الرياض. الاكاديميه اضافت للنادي كتير جدا جدا جدا، يكفيني ان 180 اسره او 140 اسره بيجوا النادي النهارده، نادي ميت خان عارفينهم هيجوا هيتقابلوا مع الكابتن احمد نخله، هيلعبوا تحت اللواء ورايه النادي الاهلي. كل ده حضرتك بيسمع بيرفع من قدر النادي بتاعنا نادي ميت خان، وبيخلي نادي ميت خان يعني النهارده الاكاديميه الاهلي بتلعب في نادي ميت خان، ده شرف كبير جدا لنادي ميت خان. اول الناس كانت مش مصدقه طبعا ان النادي الاهلي يجي عندنا المنوفيه هنا، لكن مع استمرار الوقت ومع التدريبات ومع موجود طبعا كابتن شطه وموجود اعضاء مجلس اداره ومسؤولين اكاديميات في الافتتاح، ادى للناس مصداقيه والناس بدات تحس ان هو فعلا، لا هو فعلا النادي الاهلي، وبدا الاعداد تزيد. الحمد لله وصلنا ل 140 لاعب حاليا، وان شاء الله في جديد وتطوير معنا في الاكاديميه ان شاء الله. والله احنا حسينا من اول ما بدانا للاعلان عن وجود النادي الاهلي في المنوفيه، لمسنا ده وحسيناه في اولياء الامور وفي الاولاد. دايما ولي الامر بيدور على الكيان اللي يثق فيه، والاهلي طول عمره بمبادئه بالقيم بتاعته بالاخلاق اللي بيبثها في 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 لاعيبته وفي اولاده على مر السنين، ده بيدي ثقه لولي الامر انه فعلا موجود في كيان يهتم بابنه، ينمي مهارات ابنه، يساعد على اكتشاف وتوجيه ابنه لتاديه المهارات الصحيحه، وان شاء الله باذن الله لخدمه الكيان الكبير النادي الاهلي وتحقيق حلم الولد في انه يبقى لاعب كره قدم. الاكاديميه هنا في الملعب في نادي ميت خان فرع الاهلي في المنوفيه، امكانيات الملعب كويسه جدا، نشاط الاكاديميه تعليم وتاسيس مهارات كره القدم الاساسيه. احنا شغالين ببرنامج تحت قياده الكابتن احمد نخله المدير الفني للاكاديميه، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي. كل تركيزنا على المهارات الاساسيه بالنسبه للاعبين. في الاول كان عددنا 80 لعيب، كنا شغالين مجموعه واحده، بعد كده العدد لما زاد وصل ل 140، تم فصل الناس لمجموعتين اثنين، مجموعه بتشتغل من 2:30 ل 4، والمجموعه الثانيه بتكمل للساعه بتبدا من 4 ل 5:30. وشغالين في ضوء برنامج تدريبي، كل الوحده التدريبيه كلها موحده على الاكاديميه، تعليم وتاسيس مهارات كره القدم. يعني الناس مش مصدقه طبعا اكاديميه النادي الاهلي موجوده باسم كيان النادي الاهلي، وسنه المنوفيه كلها معظم 90% من الشعب المصري اهلاوي يعني، فالناس فرحت جدا بوجود الاكاديميه هنا، والحمد لله الناس متواجده ومبسوطه، واولياء الامور مبسوطين جدا الحمد لله بالاداء المدربين ونشاط الاكاديميه، وربنا يسهل لنا كده ان شاء الله ونطلع يعني لعيبه كده تخدم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل يعني.